أقوى نساء العرب بحسب مجلة فوربس، سيدة أعمال وسياسية عملت في مجال التكنولوجيا، وقل قليلة من الذكور استطاعوا منافستها في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك مجدي شويت. أهلا فيك. لماذا اخترت هذا المجال بالذات؟ هذا المجال كبر معي من لما بلشت أشتغل بقطاع الاتصالات من عام 2000. أهلا وسهلا، صباح الخير. وكيف تواجهين المجتمع الذكوري؟ احنا الحمد لله بوزارة الاتصالات عندنا الذكور والإناث، بس عادة ما بنطلع على ذكور وإناث، بنطلع على الإنسان. هل حلمتي يوما أن تصبحي وزيرة؟ ما حلمت أني أصبح وزيرة، بس دائما كان عندي خطط أنه أتطور بمجال عملي. يعني كل خطوة كنت أمشيها أتطلع أنه يصير في خطوة مستقبلية. هل بتغرد على طول؟ بغرد وبشارك المواطنين دائما، بحكي لهم ايش اخر المستجدات اللي عم تكون موجوده معنا. بحب اسمع للمواطنين اكثر، اذا في تفاعل من المواطن مع الحكومه بحب اسمع ارائهم، خصوصا كل ما يكون في موضوع جديد. هل تغريدتك اوصلتك لمنصب الوزيره؟ هذا ما كنت اعتقد، لانه مره تغردت قلت كان كثير بهمني اشوف انه المرأة الأردنية عم تاخذ مراكز قيادية، فلما كنت اشوف انه في تشكيل مجالس إدارة او مجالس أمناء وما في حضور او وجود لامرأة أردنية، كنت مرات اغرد اقول المرأة الأردنية اثبتت انه عندها القدرة، فأين هي؟ ما هو الإنجاز الأحب على قلبك؟ الإنجاز الأحب على قلبي نقطة التحول اللي صارت ب 1/1/2018 عندما ألزمنا 10 خدمات حكومية تقدم بطريقة إلكترونية، فهذا بده تغيير ثقافة وبده جرأة. ما هي هواياتك إلى جانب التكنولوجيا؟ بحب الرياضة وبلعب رياضة، بحاول إني ألعب رياضة. كتير مرات بترك الشغل لما بكون بفكر، بحاول أشوف إنه ممكن أطلع من الذهن اللي هو كتير مشغول بمشكلة معينة وبمارس لعبة الرياضة. مين ساعدك بحياتك المهنية؟ والدي الله يرحمه، دائما هو كان يقول لي راس مال الشخص الإرادة والتصميم والعطاء، ودائما كان يقول لي من جد وجد سار على الدرب وصل. مين المثل الأعلى عندك في الحياة؟ والدي أعطاني الكثير، فهو دائما مثلي الأعلى بالحياة من ناحية شخصية، لكن من ناحية عملية جلالة الملكة رانيا بعطائها بتكون دائما هي قدوتنا في العطاء. ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك بحياتك المهنية؟ جزء أي تحدي بتواجهه أي امرأة متزوجة وعندها مسؤوليات بالبيت، بكون عادة العمل توازن بين العمل والحياة الشخصية أو الحياة العائلية. بدعو كل السيدات وكل النساء وكل الإناث اللي حوالينا إنه بالفعل يكون عندهم الإرادة والتصميم والثقة بالنفس. شكراً كثير لك. أهلا وسهلا بكم.